طيب هنطلع نكمل السؤال اللي بدينا فيه المره الماضيه. عملنا كل الحسابات، طلعنا السرعه هاي، طلعنا الاريا تبعت الكوشنينج ديفايس، هاي اسمها الكوشنينج ديفايس، هاي الرد. طبعا هي هاي رد كمان، بس هي هاي الكوشنينج ديفايس، الاريا تبعتها اكبر والدايمتر تبعها اكبر. الدايمتر تبعها قريب جدا من الدايمتر الداخلي هون، بحيث انه هون يصير في عندي مكان ضيق جدا للفلو، بحيث انه لما هذا يوصل بدايه عند النقطه هاي راح يصير الفلو هون فيري ريستريكتد، بحيث انه بيرتفع البريشر هون. البريشر لما يرتفع هون راح يشتغل ضد هاي. فهون عندي هذا السيستم ماشي بهذا الاتجاه، ايش البريشرز اللي موجود عليه؟ طبعا انا عندي ماس هون، هاي الماس الرئيسيه، وفي طبعا الماس تبعت الرد، راح اعمل الماس تبعت الرد والبستون بالنسبه لهاي الماس اللي موجوده هون. فعندي فري بودي دايجرام، ايش هذا شغال عليه؟ ماشي هو بهذا الاتجاه، فالفريكشنال فورس باي اتجاه راح تشتغل؟ راح تقاوم اتجاه الحركه. فالفريكشنال فورس راح تشتغل بهذا الاتجاه، هاي اف فريكشن. هل هذا فيسكوس ولا كولوم فريكشن؟ كولوم فريكشن، دراي فريكشن. ففرضنا انه الفريكشنال فورس بتساوي النورمال فورس مضروبه في ميوت، مش فيكس فورس. ما في هون طبقه من الزيت، لو حاطط انا طبقه رقيقه جدا من الزيت شو بكون الفريكشن هذا بتناسب مع السبيد مع السرعه؟ تمام. اذا هذا هون كولوم او دراي فريكشن، واتجاهه راح يكون بهذاك الاتجاه. طيب الكوشنينج ديفايس باي اتجاه راح تشتغل؟ هذا هون البريشر باي اتجاه راح يشتغل؟ راح يشتغل بهذاك الاتجاه. فعندي هون هذا راح يكون اف كوشنينج، وراح يساوي ايش؟ البريشر اللي موجود هون اللي هو 2 بي 2 اللي بدي اطلعه مضروب في الاريا تبعت الانلس، هاي الحلقه من هون مش هيك، فهاي اللي هي اير بيستون ناقص الكوشنينج ديفايس. راح اطرح البيستون الاريا ناقص الكوشنينج ديفايس، راح يضل الاريا تبعت الانلس من هون. اذا هاي الفورس بهذا الاتجاه وهاي الفورس بهذا الاتجاه. مين لسه شغال وعم بضغط عم بحرك البستون؟ المضخه من هون مش هيك؟ فالمضخه تبعتي لسه عمالها بتضخ 18.2 جالنز بير مينت او عم بتحاول طبعا. هذا هون عم بدفش بهذا الاتجاه، فبي 1 مضروب في، فهذا رح يكون بي 1 مضروب في ايه؟ مين؟ اي اير؟ البستون تبعت البستون مش هيك؟ وهي رح نسميها بي، نسميها تبعت البامب او البستون. دكتور سؤال، مش ممكن انت بي 1 يفقع ما يتعمل؟ لا هو اللي راح يصير، هو عماله بحاول يضغط من هون، عم بحاول يضغط ال، راح يبدا في عندي فورسز عمالها بتقاوم اللي هي كانت موجوده الفريكشن مش هيك؟ بس راح يجيها فورس جديده اللي هي تبعت الكوشن من هون فراح يرتفع، عشان هيك احنا بنحسب الحسابات لنتاكد، شوف قديش البريشر بصير هون، وبامكانك تحسب تشوف قديش بيرتفع البريشر. اذا عندي هذا بي 1 في اي بي راح يصير بهذا الاتجاه، وعندي اف سي بهذا الاتجاه واف اف بهذا الاتجاه، شو راح يأدوا هذول هلا؟ ايش راح يبدا يصير بالجسم؟ تباطأ، راح يبدا يتباطأ لحد ما وصل في النهاية هيك احنا هدفنا. إذا المعادلة لو جينا اطلعنا على هذا الجسم، السم اوف اف بتساوي ام اي، السم اوف اف بدها تساوي ام في اي. راح نعمل كل الفورسز التالية هناك وراح نخلي بس ام هاي اللي موجودة هون، فام اللي هي تبعت الجسم البودي هذا مضروبة في ايه اللي حسبناها اللي هي قديش طلعت معنا؟ 0.1 او شيء او ايش؟ الديسلريشن حسبنا الديسلريشن رح تطلع معنا كانت 0.75 انش وكان عندنا ايش السبيد هلا بنحطها. طيب شو الفورسز اللي عم تشتغل؟ هلا تذكروا انه هذه ايه نيجاتيف اوكي؟ اذا بدي اخليها كفاليو هلا زي ما بدك بدها تشتغل بس بدك تكون كونسيستنت. اذا اعتبرنا انه الاتجاه هذا بوزيتيف رح اعتبر انه الفورس هذيك اف بي بوزيتيف، راح اجي اقول انه اف بي ماينس ايش؟ ماينس اف سي ماينس اف اف بدها تساوي ماينس ام بي، راح اعتبر انه ايه رقم بوزيتيف بس هو عباره عن ديسلريشن. بتحب تضرب كل شيء في بلس بصير كمان، اذا بدك تعمل هاي يعني تعتبر انه هذيك الاتجاه بلس فبصير هذا هيك ماينس ماينس بلس زي ما بدك. هلا اف بي راح تساوي P1 في AP، خلينا نخليهم هدول كلهم ماينس ماينس ونخلي هاي الديسلريشن ماينس. طيب F عفوا هذه هون فريكشن مش هيك؟ FC شو بتساوي؟ بدها تساوي P2 اللي بدنا نحسبها في
في A B minus C P 2 A sub P minus C ناقص F F إيش راح تساوي؟ راح تساوي M في G في ميو مظبوط؟ M في G في ميو اللي هو coefficient of friction مظبوط؟ وهون راح يكون الدايناميك إذا كنا مهتم. مش ممكن تسأل السؤال إنه هو دايناميك ولا ستاتيك؟ هو جسم عم يتحرك قبل هذا الدايناميك فريكشن هاي بتساوي نفس الـ M هاي الموجودة هون في A اللي احنا حسبناها ما ننساش إشارة الماينس أوكي؟ عشان احنا هيك عملنا فري بودي دياجرام على هذا الجسم هاي الفورس اللي بتتحكم فيه الفورس الأولى والثانية والثالثة عم تحققوا ديسلريشن فعفكرة هدول التنين مجموعهم رح يكون أكبر من هاي حتى يخليه يتباطل حتطلع إشارة هون نيجاتيف لازم يكون هاد زائد هاد أكبر من هاد مش هيك؟ فبضل هذا موجود عم بتفش بس بحس انه التو فورسز اللي بقاوموا اللي هم الكوشنينج ديفايس والكولوم فريكشن اكبر منه كمان التو فعمالهم بيعملوا تباطؤ قيمته اوكي